بسبب البوفا العقول مخطوفة. شحال من واحد باع الصباط وما لقاش حتى البانطوفة. هذا البارون خصنا نتعاونوا عليه ونغزلوه صوفا. لماذا يحاكم كتاجر المخدرات؟ واش المحزوز اللي لقاو عنده ما داوش للمختبر؟ بقى نشري انا ضربة ب 100 درهم، ضربة ب 200 درهم. راه ماشي جوج دراهم ولا ثلاثة دراهم، راه 200 درهم. طاو عدد من الشباب للاسف شديد غنحطهم بالاسماء ديالهم وبالعناوين ديالهم وحتى البلان طوات اللي معاهم وكل واحد فين كيتواجد وحتى السلعه اللي كيبيع. كنعرفوا هذا البوكا لان ما كتخليش الصحه ديال الانسان وكتؤدي به لا محاله الى الوفاه ويصعب العلاج مع هذا المخدر. باقي بارونات المخدرات انه لن تاخذهم بهم رحمه كيف ما كيرحموش وليداتنا. كنعرفوا هاد البارونات وتجار المخدرات راه لاباس عليهم، راه مسك عليهم الله، راه بامكانهم اللي بغاو يعيشوا راه غيعيشوا، راه عندهم الفلوس، راه يمشيو يديروا برامج مديره للدخل، يديروا مشاريع، يديروا بروجيات في الحلال يا رسول الله. سيدي للمنظمه الوطنيه للحقوق والحريات امام او الخلفيه ديالنا محكمه الاستئناف، بارون ديال من اباطر تجار المخدرات، لان البارون سعد التريكه او الملقب بالتريكه كان ما كما قلنا في 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 اللقاءات السابقه ما كانش كيتلاقى مباشره مع الزبائن، كانوا عنده مجموعه ديال المروجين، كان كيجي واحد الحمله، واحد الشحنه كبيره وكتدخل لمنطقه درب السلطان وكتوزع لافساد الناشئه. هذا البارون هذا كما قلت قبيله وغادي قديما نقول على انه علاش كيتحاكم كتاجر ديال المخدرات؟ لماذا يحاكم كتاجر المخدرات؟ واش المحزوز اللي لقاو عنده ما داوش للمختبر؟ واش المحزوز اللي لقاو عند التاجر المخدرات الممثل امام العداله هنا بمحكمه السلف مدينه الدار البيضاء؟ ما داوش داكشي اللي لقاو عنده ما داوش للمختبر، ما لقاوش فيه السموم، ما لقاوش كيدير مواد، كيديروا مواد مصنعه تخلط بماده المعجون وكذلك تخلط بمخدر الشيره وتخلط بالبوفا، مواد كيماويه قاتله مسرطنه خطيره، على ما داروش المختبر ما حلوش. اذا فيجب ان يحاكم كتاجر للسموم وكقاتل ويكون عبره لغيره من تجار المخدرات، ما يخش ثلاث سنين في الابتدائيه ويجي الملف لمحكمه الاستئناف ويتخزن ويبقى في الرفوف حتى تنوض المنابر الاعلاميه الحره والهيئات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقيه ويتجبد الملف من الدهاليز. ودابا يروج حنا كنثيقوا في المؤسسه القضائيه وكنثيقوا في المؤسسه الامنيه وخاصه في الظرفيه الحاليه، ولاني خاص هذا البارون هذا ياخذ اقصى العقوبات. وحنا غادي نشوفوا مراحل ديال 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 التقاضي او الاطوار ديال المحاكمه راه مازالت مستمره، باش غادي يشدوا واحد من درب السلطان يجيبوه ويخلوا باقي التجار المخدرات لحد الان في هذه الساعه وفي هذه العشيه كيبيعوا البوفا في درب السلطان. ديالنا هو هذا الملف الذي بات يعرف بارون المخدرات درب السلطان الملقب بسعد التريكه. هذا الشخص هذا اللي دمر واحد الفئه كبيره ديال الشباب والشابات بمنطقه الفداء والنواحي ديال مدينه الدار البيضاء سنه 2023. هذا الشخص تم القاء القبض عليه من طرف الاجهزه المختصه وتم يعني التفتيش ديالو والضبط واحد الكميه ديال المخدر ومنها مخدر بوفا، كذلك الزوجه ديالو اللي هي حكمت بسنتين وهو تحكم ثلاث سنين ونص وجوج ديال الاشخاص اخرين المتورطين في هذه القضيه. الملف ديالو كما جاء في بعض الاعلام الوطني ان هذا الملف ديالو من يتحكم ابتدائيا يعني كما كنقولوا ذاك الملف يعني تعثر شويه وخدا واحد شويه ديال الوقت. هنا تحرك المجتمع المدني، تحركوا الناس اللي كيهمهم هذا الامر هذا وسلطنا الضوء على هذا البارون لان ما يمكنش نسكتوا عليه. وهذه كلمه بارون دائما اقولها ماشي جات من عندنا، جات من محاضر الضابطه القضائيه وكنعرفوا يعني معنى الكلمه ديال بارون. هذا الشخص هذا حسب ما طلعنا عليه في محاضر الضابطه القضائيه ان كان له اسطول ديال السيارات مستاجره، كذلك واحد العدد ديال البلانطوات، يعني كان خدام وناشط وراكم واحد الثروات كبيره. بالنسبه للناس اللي كيقولوا ثلاث سنين ونص قليله في حقه، احنا لا نطعن في القضاء فنلتمس في المرحله الاستئنافيه يعني يعني مضاعفه هذا الحكم ان شاء الله حتى يتلج الصدور ديالنا هذا الحكم ان شاء الله الذي لن ننتظره بفارغ الصبر. كما تتعرفوا اليوم هذا الصباح راه المحاكمه ديالو في احدى القاعات بمحكمه الاستئناف، عرفت المرحله الاستئنافيه يعني ثلاث جلسات، فان شاء الله ما غاديش نبخلوا عليكم بالمستجدات حول هذا الملف الخطير. وكذلك رساله نختموا بها للشباب، الشباب الله يهديكم، حاولوا تبعدوا على الرفاقه، حاولوا تشوفوا
اللي غادي ينفعكم في المستقبل ديالكم ودير والديكم، لان انسان اليوم صغير غدا غادي يكبر، وكنعرفوا هذه البوفه لان ما كتخليش الصحه ديال الانسان وكتادي به لا محاله الى الوفاه، ويصعب العلاج مع هذا المخدر. وكذلك الشكر الموصول لجميع الاجهزه الامنيه اينما كانت، لان لولاهم لا شفنا يعني الامور اخطر من هذا. فالناس تعمل سواء على مستوى الجهاز الدرك الملكي او الامن الوطني او حمايه التراب الوطني او الجمارك، كلهم هاد الناس يعني كيعملوا على مدار الساعه وكيحبطوا يعني كميات كبيره من هذه المخدرات الخطيره. المنبر ديالكم اللي متبع اطوار هذه المحاكمه ديال التاجر المخدرات او بارون المخدرات اللي معروفين بولد التريكه. هاد الناس هادو اللي قتلوا واحد العداد من الوليدات ديالنا، شردوا عداد من الوليدات والبنات، سطاو عداد من الشباب للاسف الشديد. كنتمناو ان القضاء المغربي يكون صارم في التعامل معهم، لانهم ما رحموش ولادنا وبناتنا، ولانهم ما كيستحقوش التعامل برحمه. هاد ساو التريكه اللي تم الاعتقال ديالو بالمنطقه ديال درب السلطان، وجات الزوجه ديالو بغات تعطي 30 مليون كرشوه وحتى هي تم الاعتقال ديالها. فهذه مجهودات مشكورين عليها الناس ديال الامن، وكنتمنوا من الدرك الملكي كذلك انه بذل مزيد من المجهودات، لان التجاره ديال المخدرات تنشط في المناطق المجاوره لمدينه الدار البيضاء والتابعه للدرك الملكي، باستثناء منطقه بوسكوره اللي فيها يعني دركيين اللي في المستوى، وكانوا بذلوا مجهود يعني لا جدا اللي كان تما هو اللي كان في بالوما، كان بذل واحد المجهود في بالوما، والان راه بذل المجهود في بوسكوره، وكنا سمعنا عليه شي حاجه تنشرت في الصحافه يعني تشرف الدرك الملكي. فكنتمناو ان القضاء كذلك انه يبعث رساله من خلال الحكم على هاد السيد هذا الباقي بارونات المخدرات، انه لن تاخذهم بهم رحمه كيف ما كيرحموش وليداتنا. كنعرف دريات قسما بالله العلي العظيم تبيعوا لحمهم باش كيمشيو ياخذوا البوفه، وحده كتشفى لدارهم باش كتمشي تاخذ البوفه، وحده ما عرفتش كرشه ما كتاكلش باش تشري ديك الماده المسمومه ديال البوفه. البوفه خويا خربت المغرب، خربت الاولاد ديال المغرب والدريات ديال المغرب، وخربت البنات. انا كنشوف دريات ضاعوا، هما واقفين ولكن راه حياتهم ماتت. خربت البنات وخربت الاولاد. واحد كتكون عنده دار عنده تيبيعها تيصدق بفرش مانطه اسمها الارض وطهله. خدام في هذا الشيء الامن، الله ينصره من هذا المنبر. خدام الامن، ولكن اخويا راه هما خربوا لنا بلادنا وخربوا لنا لدرجات ولادنا ولاو مهاجرين غادين، ما باغينش يبقاو في البلاد. بنادم ما لاقيش دابا في هذا الوقت حتى ما ياكل، بقى نشري انا ضربه ب 100 درهم، ضربه ب 200 درهم. راه ماشي جوج دراهم ولا ثلاثة دراهم، راه 200 درهم.